اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. من اكتر الادعيه السهله السلسه اللي بنقولها طول عمرنا بندعي بيها يا رب الصحه والستر، يعني على طول مع بعض يا رب استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. الستر ده من اكتر الحاجات اللي بنطلبها، مش عايزين فلوس، عايزين ستر. لانه ممكن يبقى في فلوس كتير ومبقاش في ستر، وممكن ما يبقاش في فلوس خالص ويبقى في ستر. فالستر ده نعمة كبيرة قوي، وعايزين نتكلم ونفرد عنه حلقتنا النهاردة أو فقرتنا النهاردة مع دكتورة سماح عزب. ازاي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا بحضرتك. اكلميني عن الستر بقى، وربنا قال عنه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. حضرتك يعني ايه كلمة ستر؟ دي اللي احنا عايزين نعرفها عشان كلنا نركز عليها. الستر ده هو معنى عام يتلخص في كلمة إخفاء العيوب. يبقى نركز، اي عيب اخفيه اساعد غيري ان هو يخفيه، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيثيبني عليه، وهو ده اللي كان في الحديث من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه. واختلفت الروايات ان اللي بينجي حد من كرب ربنا بينجيه من الكرب اللي موجوده يوم القيامه. فاحاديث كتير جدا معناها ساعد غيرك على إخفاء العيب اللي عنده. العيب ده ممكن يكون في إيه؟ ممكن يكون في إن هو محتاج بيت، محتاج نصيحة، محتاج مساعدة عشان حد عنده هيعمل عملية. ليها صور كتير جدا، المهم إن أنا أساعد غيري على إخفاء العيوب. بس في حاجة، إيه اللي يشجعني إن أنا أقوم وأروح أساعد غيري؟ تعالي كده حضرتك نحسها مع بعض. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الآية بتقول وما تقدموا لأنفسكم، يعني الخير اللي انت هتقدمه لنفسك، لغيرك، ده لنفسك انت في الأول، وبعدين هيكون جزاؤه فين؟ هيكون جزاؤه عند الله. فأنا لما أعرف ان الحاجة اللي هقدمها دي هترجع لي، مش هترجع لي من الناس، ولكن هترجعني من عند رب العالمين، يعني الجزاء مضاعف، يعني هترجع لي من عند الكريم اللي بيعطي العطايا يعني بغزارة وبكرم. فأسارع على طول ان انا اساعد غيري واعمل على ستره. طب في آية كلنا تقريبا بنحفظها لأولادنا في سورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني إيه؟ يعني سعيكم في الدنيا مختلف. كل الناس فينا بتخرج وتشتغل وتعمل، بس في فرق ما بين سعيين. الآية قالتهم فأما من أعطى واتقى واصطدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أول حاجة أعطى يعني ساعد غيره، واتقى إيه اللي هيحصل؟ ربنا هييسر له سبيل اليسرى في الدنيا والآخرة. يبقى لو أنا أعطيت غيري، ساعدته، وكمان عملت على تقوى الله سبحانه وتعالى، هلاقي اليسرى. الآية ما حددتش أنهي يسرى بالظبط، فعشان تشمل كل اليسر، يبقى أنا لو أنا عايز السعادة في حياتي، عايز البركة، عايز كل أموري تبقى متيسرة وربنا يفك عني الكرب، يبقى على طول أقوم وساعد غيري. طب على العكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني إيه؟ يعني هيلاقي الضيق، هيلاقي عدم التيسير. كل ده ليه؟ لأن هو ما ساعدش غيره. وما يغني عنه ماله إذا تردى. الفلوس اللي هو ركنها مش هتنفعه. فأنا لما استحضر كل هذه المعاني وافتكر إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا ابتلاء، اختبار لبعض. يعني في سؤال مهم قوي، ليه في ناس محتاجة وناس قادرة إنها تساعد؟ يعني ليه فقراء وأغنياء؟ فقراء وأغنياء عشان كل واحد فيهم يبقى سبب في إن رفع درجات التاني. الفقير اللي هو عنده ابتلاء لو صبر ربنا سبحانه وتعالى هيجازيه على هذا الصبر. كمان الغني اللي هو الغني الشاكر ربنا هيجازيه على ان هو قدر يوقى شح نفسه، قدر ان هو يساعد غيره. فمن هنا نعرف ان واجب عليا اساعد غيري، والمبدا ستر مسلم. جميل. طيب احنا من ضمن الحلقات اللي انا عرضتها في برنامج بر وفرحه، كان في سيده يعني بتشتكي من ضيق الحال طبعا، ولفت نظرنا انها قالت ان هي مش بس بتشتكي من ضيق الحال، الا انها بتتعرض كمان للرخامه والتنمر والسقاله معاها عشان جسمها تقيل، فمش عارفه حتى تشتغل ولا تخرج وتكسب، يعني بعرق جبينها انها الناس حتى مش بتدينها فرصه لده ولا لده.
وكان عليها ديون وكانت عايزه تجهز بناتها. خلونا نروح نشوف الناس عملت معاها ايه ونرجع نكمل حلقتنا. مبسوطة والله، والله الحمد لله فضل ونعمة من الله. مبسوطة عشان انتوا ساعدتوني برضو، دخلتوا عليا في أيام مفترجة زي كده وعملتوا لي كل اللي أنا نفسي فيه والله، جبتوا لي كل حاجة والله. ربنا يا ربي يوسع عليكم بحق لا إله إلا الله. ثلاجة وغسالة والبوتاجاز والأنبوبة ومبلغ مالي يعيني على المعيشة، وشنطة رمضان. كل سنة وانتوا طيبين يا رب، وأدعي عليكم الأيام بخير يا رب. وكنت عايشة والله، عندي شغلة صغيرة هي بعمل عليها الأكل. مبسوطة والله، يا والله يعني يعلم ربنا كده ان انا بدعي لكم قد ايه والله. من ساعة ما عرفت ان انتوا جايين هحط بقى في التلاجة وهدعي لكم ان شاء الله يا رب. هدعي لكم كل اللي دخل عليا وساعدني يا رب. ربنا يا رب يجعلها ايام مفترجة علي يا رب. ربنا يسعدكم يا رب، ويسعد يوقف كده جميع اولاد الحلال ليكم يا رب. بشكر جمعيه البر والتقوى والله. ربنا يصلح حالكم يا رب جميعا، كل اللي بيشتغلوا فيها وكل القائمين عليها يا رب. يجعلها سنه كريمه عليكم ومفترجه عليكم، ويكرمكم ربنا يا رب. هي فرحتني والله في الشهر الكريم ده، ويعلم ربنا انا كنت محتاجه للحاجه دي ازاي وقاعده مستنيها والله. اللي اتبرع وساهم يا رب، يا رب يبارك له في ولاده وفي صحته وفي ماله وفي رزقه يا رب. كل من اتبرع وساهمني من جمعيه البر والتقوى وجاني لغايه بيتي، واسعدني واسعد قلبي والله، وسطر بيتي، بحمد ربنا ليل ونهار وصبح في كل اوان والله. والله بحمد ربنا، عشان انا بحمد ربنا، ربنا رزقني بيكو يا جمعيه البر والتقوى، وجيتوا ساعدتوني وساهمتوا وقفتوا جنبي. أما الحزن والاحتياج يتحول لفرح، دي حاجة جميلة. وفكرة إدخال سرور على قلب الناس وستر الناس لما حد يساهم في القصة دي. عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي الأعمال أفضل؟ يعني إيه أفضل عمل أنت ممكن تعمله؟ أول حاجة قالها إدخال السرور على القلب. حالة زي اللي احنا شفناها دي، وطبعا حضرتك جزاك الله خيرا ان كنت في البرنامج وقدرتي حضرتك تكوني سبب في مساعدة ناس كتير، وطبعا جمعية البر والتقوى اللي قدمت الكثير والكثير في شهر رمضان، وهي مستمرة طول العام عشان تساعد كل حد محتاج، عشان تساهم في الستر. بالنسبة لي احنا شايفين ادخال السرور على قلب مسلم دي حاجة مهمة قوي. كمان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا كلنا نفس القدر في الدنيا ونفس المميزات، نفس العطايا. طب انا لما اشوف حد محتاج اسأل نفسي يا ترى هو عنده ايه هو افضل مني فيه وربنا ميزه بعني؟ يعني ما افتكرش ان هو اقل، هو كمان عنده فضيلة بتتساوى معايا، بس انا تساوت معايا في نقطة الفلوس مثلا. طيب هل اللي قدامي ده هو افضل مني في ايه؟ ولازم اكون عارف ان هو مش اقل ولا حاجه، ده انا ربنا سبحانه وتعالى جعلني سبب في ايصال الرزق له. كمان حاجه مهمه، كل حد محتاج زي ما الحاجه هنا قالت انا كنت بحمد ربنا. فالحمد مهم جدا. ليه؟ لان من الذي يعطي؟ مين الرزاق؟ ربنا سبحانه وتعالى. فانا دلوقتي لما اكون محتاج اي حاجه ادعي ربنا واكثر من الاستغفار، احمد ربنا على الحاله اللي انا فيها. كمان واحنا بعد شهر رمضان ناس كتير احيانا هي ايه بتمتنع عن مساعده الغير عشان شهر رمضان انتهى.
ودي طبعا حاجه لازم لا يعني دايما بيقوموا عاملين ميعاد ان رمضان ده ميعاد الزكوات والصدقات وكده وخلاص يقول لك انا طلعت. السؤال بقى ليه؟ يعني احنا بنطلع في رمضان خصوصا ليه؟ عشان فيه اللي تتضاعف الحسنات. طب ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يضاعف الحسنات ويعطي من يشاء بغير حساب، وكمان المساعده او الثواب بيكون على قدر الحاجه. يعني انا اسيب اللي قدام مني محتاج، استنى لما يجي عليه السنه الجايه في رمضان وفي مريض وفي محتاج. كمان الثواب والخير اللي انا عملته في رمضان افتكر الايه الكريمه اللي بتقول ولا تكونوا التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الست دي كان اسمها حمقاء قريش، ربنا ضرب بيها المثل في القرآن الكريم عشان يقول لنا ركزوا ما تكونوش زي هذه السيدة الحمقاء اللي كانت بتعمل ايه؟ تقعد طول النهار من الصبح لحد الظهر بتعمل غزل. غزل يعني ايه؟ يعني بتجيب الوبرة الرفيعة خالص عشان تعملها خيط، هي مش بتعمل ملابس، دي عملية أصعب. بتقعد هي والجواري بتوعها ياخدوا مجهود كبير عشان تعمل غزل، تعمل خيط. وبعد ما يجتمع الخيوط اللي هي لسه ما بقتش هدوم، تقعد بقى من الظهر للعصر تفك فيها وترجعها وبره تاني زي ما كانت. ليه؟ يعني كان عندها اختلال في العقل. فعشان كده سموها حمقاء قريش. فربنا ضرب لنا المثل اوعى درجة عالية من الثبات وتعمل أعمال خير كتير تهد الخير ده بأن أنت تتراجع عنه. لا، هو رمضان شهر التربية ومدرسة عشان ندخلها نتعلم فيها نستزيد ويبقى معانا زاد شايلين ومعانا طول السنة. فمش بعد رمضان ما ينتهي أمتنع أن أنا أساعد الغير، أفتكر أنا عايز ربنا يكرمني، عايز ربنا يسترني، عايز ربنا يفرج كربي، أعمل إيه؟ أجري وأسارع وإن أنا أساعد غيري. جميل. طيب فكرة الحمد في السراء والضراء، يعني ممكن إحنا لو إحنا بننصح ناس نقول نحمد ربنا، تبقى ممكن تبقى صعبة على حد يقولك أنت مش حاسس ب، أنت بتنصحني بحاجة وأنت ما جربتش اللي أنا فيه. الحمد هي كانت أول آية في الفاتحة، أول آية لما بنفتح المصحف. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى علمنا احمد ربك. إذا كان المخلوق اللي قدامي اللي هو البشر اللي زيي مش حاسس بيا، فالله سبحانه وتعالى اللي هو أقرب للإنسان من حبل الوريد هو اللي حاسس ويعلم ما بداخل كل إنسان. فعلى الإنسان اللي هو عنده حاجة يتوجه إلى الله ويدعي ربنا إن هو يمن عليه بالرزق. أما الإنسان اللي هو في إيده إنه يساعد غيره يفتكر إن الأيام دول، بمعنى النهاردة انت في ايدك تساعد غيرك بأي حاجة مثلا بفلوس او غيره، هتساعد النهاردة هيجي يوم عليك تكون محتاج، بس الخير مش بيروح، الخير له مخزون، ربنا سبحانه وتعالى ادخل لك هذا العمل وهيترد لك في وقت احتياجك اليه. كمان الانسان لما يجي يساعد الغير لازم يكون عنده اخلاص النية بعيدا عن الرياء. والمهم كمان حضرتك واحنا بنخرج المال ان احنا نوديه لمستحقيه، فمثلا جمعيه البر والتقوى بتعمل ايه؟ بتوصل فعلا للمستحقين، زي ما احنا شفنا حاله زي حاله المهدير كانت مالها بعيده عننا، احنا مش عارفين هي فين، احنا بندي للناس المحيطين بينا بس وما احناش عارفين قدر الاحتياج. لكن الجمعيه فيها ناس متخصصين بيعملوا ايه؟ بيدوروا على الحالات دي خصوصا على فعلا المحتاجين ويشوفوا احتياجاتهم مهما كانت المسافه بعيده. ويمكن حضرتك عرضتي ان كان في مساعدات وكان في حاجات وصلت لسينا، وقد ايه الناس في جمعيه البر والتقوى تحملوا المشاق، وطبعا السفر كان قد ايه، يمكن كان كمان حضرتك استضافتي في البرنامج ان هم تحملوا في عز الحر الشديد المسافه دي كلها. احنا لما نحب نطلع الخير ونحب نساعد غيرنا ازاي هنوصل للمسافات دي؟ عمرنا ما هنوصل لها ابدا. فيبقى احنا نسارع ونوصل للجمعيه وهي هتقوم بدورها وتوصل لفعلا اللي يستحقه. جميل. طيب خلينا نتكلم عن فكره ادخال الميه والابار، والحقيقه ما شاء الله هم وصلوا الميه يمكن لسينا والحتت ممكن حد ما يتخيلش انه يعرف يوصل لها. وهنا دور الجمعيات ان هي بتشيل عنك حمل انك توصلي الحاجه لمستحقيها. طبعا. فهم خلاص بيقدروا يوصلوا ويوصلوكي لحتت لا يمكن دماغك توصل لها. هو اهم حاجه طبعا ان احنا نسارع فيها هي الميه. ليه؟
لان الميه مش مجرد للشرب وبس، الميه حياه، الميه عشان البيت، الميه عشان الحيوان، الميه عشان الزرع، الميه عشان كل حاجه. يعني بصي حضرتك الجمعيه موصله البير، بص المكان اللي حواليه مفيش فيه يعني اي مصدر للميه الحلوه. كمان مكتوب ان الصدقه الجاريه دي باسم فلان وفلان عشان تفضل صدقه وثواب يروح للي المعمول البير باسمه. ونفتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره، يعني هو مات وانتهى عمله من الدنيا، لكن الصدقه الجاريه اللي منها حفر بئر، العداد بتاع الحسنات شغال وبيوصل لهذا المتوفى. فكل واحد فينا يفكر، اولا انا هشيل مشقة عن الناس اللي موجودة في المكان ده قد ايه، اللي ممكن يمشوا مسافات كبيرة عشان يحصلوا على المية الحلوة. كمان الثواب، لو انا هعمل ثواب المية ده لحد عزيز عليا، الاب او الام او اي حد انا بحبه، عشان يوصل له الثواب بعد موتي، عشان انا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني يجازيني خير وانا في الموت. يبقى الواحد بيعمل حاجة دلوقتي عشان تنفعه بعد كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل اي صدقة اعجب اليك، اعجب يعني احب اليك، ايه الصدقة اللي هي احب حاجة لي؟ قال الماء. فيبقى انا لما اتفكر، اولا انا رفعت المعاناة، ادخلت سرور على قلب الناس، رفعت عنهم هذه المشقة، سترتهم، سترتهم من ايه؟ من حرارة الشمس زي ما حضرتك شايف، او البرودة احيانا في الشتاء. لا، وهو حتى لو حتى سقينا زرع، يعني فكرة ان انا كمان ده حرام، يقول لك حرام الزرعة ماتت، دي يعني فكرة برضو ان انا اروي بالمية زرع، انه الطير يشرب منها، احنا بنحط في البلكونة طبق كده والطير بيشرب، برضو بحثاً عن الثواب. ففكرة ان انا بحفر في الارض اطلع مية، ده خير فظيع يعني. وده ما اقدرش اعمله لوحدي، لازم ان انا يكون عن طريق جمعية، لان هي اللي عندها العمال وعندها الالية اللي تقدر ان هي تحفر البير. بصي حضرتك كده ازاي المية نازلة حلوة وهي بتملى حاجة عشان تاخد، يعني هي بتشيل المية وتمشي بيها لحد بيتنا، واحنا بيكون عندنا المية في البيوت، ولو قطعت شوية بننهار، بنكون متضايقين جدا. فهي كمان يعني احنا حتى ساعدناها في ان هي تحصل على المية الحلوة، وهي برضو بتشيلها وتوديها لحد مكانها. ففكرة ان انا اساعد في البير ده من افضل الاماكن ان انا ادفع فيها صدقات، وان انا لازم اساعد فيها. يعني شوفي حضرتك ايه اللي خلاها تمشي كل المسافة وانها تروح، عشان اكيد ما فيش عندها مية في بيتها. فايه الخير الكبير، كم الخير اللي انا ساعدت فيه بان انا اشارك في حفر الابار. يعني هم عملوا الابار، واعتقد كمان كانوا عاملين حاجه جميله جدا، محطه تحليه اتعملت في الاقصر وعملوا زيها في الاسماعيليه، لسه الصور هتجيلنا باذن الله او الفيديوهات. فده خير كبير انه يعني بنطور في فكره الميه، مش واقفين عند حاجه واحده انه بير بس، لا كمان محطات تحليه، فدي برضو حاجه معتبره ونثمنها. يعني طبعا الثواب الكبير في توصيل الماء للناس. وطبعا جمعيه البر والتقوى جزاها الله خيرا انها بتحاول يكون صور مختلفه للتوصيل، يعني مكان ما فيش فيه ميه، مكان عايز تحليه، كمان الاماكن البعيده اللي هي ما تجيش في فكرنا ان ديت محتاجه ميه، اللي ما نقدرش ان احنا نوصل لها. نقعد نفكر كده، انا لما اكون مستني حاجه قد ايه ببقى منشغل البال، وقد ايه عايز افكر وازاي هحصل عليها. ما بالنا لما يكون الاحتياج الاساسي لحياه الانسان بعد رمضان، كلنا لازم نفكر انا اعمل ايه عشان يعني اكون فعلا دخلت شهر رمضان واثر في نفسي واثر في سلوكي. هو يعني دايما فكره الاستمراريه في الخير دي، ده اهم حاجه علشان ربنا يفضل فاتحها علينا ورزقنا وحمينا، يبقى الواحد يستمر في الخير. حضرتك ما حدش بيقول للرزق لا في اي وقت، صحيح. وبعدين كلنا عايزين ربنا يرزقنا ويسترنا ويبارك لنا ويعني يزيح عننا الهم والغم، وانه يحافظ على اولادنا. كل الكلام ده اعمله ايه؟ ان انا ابدا وادخل بينة الخير وأقدم، وإن شاء الله ربنا لا يضيع الثواب، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سماح عزب.